هذا البيت بنته عائلة ثرية تملك مزرعة كروم، ورغم مرور قرن ما زال محافظا على ملامحه الخارجية، أما الداخل فتغير بالكامل منذ أن سكنه المصمم فيليب بلاين. مرحبا بكم في بيتي هنا في سويسرا، تفضلوا. الزمن في تغير مستمر، وكذلك نحن البشر لا بد من الاعتراف بذلك. يلاحظ ذلك من يعمل في قطاعات الصناعة. الموضة وتصميمها أيضا يتغيران بوتيرة سريعة، وهذا يتطلب التكيف. نحن الآن في غرفة الجلوس حيث نشاهد عادة برامج التلفزيون، لكن وبما أن هذا الجهاز فقد أهميته كقطعة أثاث في عصرنا الحاضر، دمجناه مع الأشياء القديمة كقطعة الأثاث هذه. نحن هنا مباشرة بجانب الحجرة التي نتناقش فيها بشأن الأكل، إنها عبارة عن حجرة لرؤوس الحيوانات المعلقة. ففيها الغزلان والأيلة والبعول التي تبرز رؤوسها المرشوقة عبر الجدران. فقد زين فيليب بلاين منزله بكل ما حصل عليه من تحف أصلية. المثير هنا وما يستحق الذكر هي النوافذ الجميلة والمطعمة بزجاج ملون قديم والمستخدم في حالات نادرة جدا كالكنائس مثلا. هذا الزجاج الملون يحكي جانبا من قصة زراعة الكروم. نحن الآن أمام حجرة أكل ثانية نسميها الحجرة الذهبية. إنها حجرة ذهبية لكن ربما ليس كما يتصور البعض، فالجدران مطلية بالفعل بلون الذهب. لم تكن العملية سهلة، فهذا اللون متوفر بكميات قليلة، وأعتقد أننا احتجنا إلى 2000 زجاجة صغيرة تقريبا. الفر والجلد، هذه هي المواد التي يحب فيليب بلاين استخدامها. هذه هي قطع الأثاث التي صممتها لحجرة نومي كالتي صممتها للزبائن، وهكذا تجدون هنا نفس التصميم الذي استخدمته في أثاث الزبائن. الآن نعبر إلى حجرة النوم وهو الممر الوحيد إلى غرفة الاستحمام. لا بد من الإشارة إلى جهاز التدفئة والذي يعود إلى عام 1910، والإضافة الرائعة فيه هي الزاوية المهيئة لتدفئة المناشف. حوض الاستحمام عتيق أيضا وهو محاط بأنبوب يضخ الماء من كل جانب. أما حجرة الملابس فتسخر طبعا بقطع ملابس مصممة على يد فيليب بلاين. ما هو طابع المصمم فيليب بلاين؟ طابعه قابل للتغير، ويصمم عادة لنساء في سن 35 وما فوق، فالأمر يتعلق إذن بنساء في سن يحبن فيه إبراز مفاتن أجسادهن ووعيهن بأنوثتهن. ويخفي قبو حفظ الخمور سابقا الآن كنزا ثمينا. نحن نتواجد الآن في منتجع صحي وهو عبارة عن متاهة تذكر بالمعابد القديمة. يتوسط المكان شيء مميز، إنه الدوش خلف تمثال بوذا، وأعتقد بأن الاستحمام في هذا المنتجع الخفي له رونقه الخاص. الثريات الحديثة متوفرة حتى في المرآب، لكن صاحب البيت وللأسف لا يتمتع كثيرا بكل هذا، فهو يقضي معظم وقته في الخارج.